هذا الشيخ، والدي مديون بمبلغ كبير جدا، وأنا عندي زكاة المال، هل أدفع لوالدي من الزكاة سدادا عن الدين؟ إذا كان والدك ما يستطيع السداد سدد عنه من مالك، هذا من البر، هذا من البر بوالدك. أما الزكاة فلا تدفعها لوالدك، ما يجوز دفع الزكاة للوالد ولا للولد، لا للأصل ولا للفرع، ما يجوز دفع الزكاة له. لكن تسدد دين والدك من مالك غير الزكاة، هذا من البر والإحسان إليه.